الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى النائم في منامه أنه يعطي ابنه نقود، دليل أن ابنه يحتاج أبيه كثيرا الأيام القادمة. إذا رأى الإنسان أنه يعطي ابنه نقود، علامة أنه يجب على الأب أن يتحلى أن ابنه يعتمد على نفسه بشكل كبير الأيام القادمة، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن ابنها يأخذ منها نقود وأموال الأيام القادمة، علامة أن هذا الابن يحب أمه كثيرا، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تعطي أولادها نقود في المنام، علامة أنه يجب أن يعني المرأة دهين تخلي بالها وتخلي أبنائها يعتمدوا على أنفسهم الأيام القادمة، والله أعلى وأعلم. بشكل عام، فإن رؤية إعطاء الأب لابنه هدايا أو أموال أو أي شيء من هذا دليل على الخير والحب والمودة بين الأب وأبنائه، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الإنسان أنه يعطي زوجته أموال، دليل على الحب والمودة بينهم بشكل كبير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تأخذ من زوجها أموال، علامة على انتهاء الخلافات والمشاكل التي كانت بينهم الأيام القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أن أحدا ما يعطيها نقود في المنام، علامة أنها سوف تتزوج الأيام القادمة إنسان خيرا من الذي سبق في حياتها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة.